مساء الخير لجميع متابعينا ومشاهدي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القليلة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث تكون الأجواء مائلة للبرودة إلى لطيفة مع 19 درجة مئوية، الطقس صافي 18 هي درجة الحرارة المحسوسة، الرطوبة منخفضة والرياح تكون غربية خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ما بين المقبول والجيد. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد نبدأها بالمنطقة الشمالية، هناك ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة مقارنة بالتي سجلناها خلال نهار اليوم. المفرق طقس صافي 29 إلى 18، إربد 28 إلى 18، عجلون 26 إلى 19، وجرش طقس صافي 30 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 31 إلى 20، العاصمة عمان 27 إلى 19، البلقاء 26 إلى 19، مهدبة طقس صافي 28 إلى 19، والبحر الميت 32 إلى 25 درجة مئوية مع طقس صافي بشكل عام. المنطقة الجنوبية الكرك 27 إلى 19، الطفيلة 25 إلى 19، معان 30 إلى 17، الشوبك طقس صافي 24 إلى 17، والعقبة طقس حار 35 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق 32 إلى 20، أرويشة 30 إلى 19، والصفاوي 32 إلى 19 درجة مئوية مع طقس صافي بشكل عام. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.